السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي، نهار جديد وموضوع جديد. موضوع اليوم غني عن التعريف اللي هو الدكتور والبروفيسور محمد الفايد. بالفعل الدكتور والبروفيسور غني عن التعريف، ولكن بغيت نضيف واحد الشهادة في حق هذا الشخص وفي حق هذا السيد اللي يعني ديما طاهر من طرف الإعلام ولا من طرف شركات يعني لتصنيع المواد المعلبة وزيد وزيد وزيد. أولا نبغي نعرف على الدكتور والبروفيسور محمد الفايد ونشوفوا طبعة الشهادات ديال الناس في حق السيد. الاسم الكامل محمد الفايد بن محجوب، مزداد سنة 1955، بسطات وأب لأربعة أبناء. التخصص دياله أخصائي في علوم التغذية والأغذية وكذلك الميكروبيولوجيا الصناعية والبيوتكنولوجيا الغذائية. كذلك حصل على عدة دبلومات: تقني مخبري سنة 1977 معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، مهندس تكنولوجيا غذائية سنة 1984 بنفس المعهد بالرباط، الدراسات المعمقة علوم الأغذية بجامعة بليز باسكال بفرنسا سنة 1988، مهندس متخصص في الصناعة الغذائية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة سنة 1989 بالرباط، وحاصل على جوج دكتورات. الدكتورة الأولى أسلوب صناعي لتصنيع المواد العربية، الدكتورة الثانية أساليب تحويل المواد الزراعية سنة 1992 بالرباط. الوظائف ديالو أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة سنة 1984 حتى سنة 1987، أستاذ مساعد معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة من سنة 1987 حتى سنة 1992، أستاذ محاضر بنفس المعهد من سنة 1992 حتى سنة 1996، وجاد جامعي بروفيسور بنفس المعهد سنة 1996. المؤلفات ديالو: النفايات الصناعية والمنزلية، التحاليل الميكروبيولوجية والمواد الغذائية، حماية وتوجيه المستهلك في الميدان الغذائي، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. الجمعيات اللي ينخرط فيها: عضو سابق بأكاديمية نيويورك للعلوم، عضو بجمعية التصيغ الدولية للجودة الغذائية بفرنسا، عضو مؤسس للجمعية المغربية للعلوم الجراثيم، عضو بجمعية مغربية للكيمياء الحيوية، عضو مؤسس ونائب الرئيس للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، عضو مجموعة الخبراء المغاربة، عضو مؤسس وكاتب عام للجمعية المغربية للشؤون المستهلك والبيئة. الجوائز اللي حاز عليها: جائزة الحسن الثاني للاختراع والابتكار سنة 1998، الميدالية الذهبية 1998 لأحسن اختراع للجنة الدولية لتقييم اختراعات مغربية، جائزة الحسن الثاني للبيئة سنة 1999 بالرباط. من نصائح الدكتور الفايد هو اللي يعني الابتعاد على المقليات المعلبات، تنصح بالزيت البلدية يعني ما تكونش عندك زيت المائدة في الدار. يعني كما كنشوفوا هذا السيد يعني كاين سلبيات وكاين ايجابيات، ولكن الايجابيات ديالو كثار، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني بكل احترام وتقدير لهذا الشخص غادي نشوفوا شهادة الناس في حق السيد محمد الفايد. السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله في هذا الفيديو القصير غادي نحاول ما امكن انني نهضر على التجربة ديالي بخصوص مرض كورونا والدور الفاعل من بعد الله سبحانه وتعالى الدكتور الأستاذ العظيم محمد الفايد. أولا أنا مقيمة هنا بفرنسا، هذه مدة 12 عام، من مواليد 1985، متزوجة وأمي طفلين. الحمد لله على كل حال، وقدر الله ما شاء فعل، شاءت الأقدار أن الله سبحانه وتعالى يصيبنا بمرض كورونا انا والزوج ديالي. يعني انا كنت اول من اخذ هذا المرض هذا،
تصاب هاد الوباء هذا، ولله الحمد مع اننا ما كناش كثيرين كثيرين الخروج، ولا يعني دائما في الزنقه ولا مخالطه الناس. انا اغلبيه الوقت حنا كتخرجنا الاولويات والضروريات لا اقل ولا اكثر. الحمد لله تصابينا بهذا الوباء. ايوا وحنا قبل يعني ما نصابوا بهذا الوباء كنا دائما على اطلاع على الفيديوهات ديال الدكتور الفايد، يعني حتى قبل من هذا الوباء حنا دائما كنشوفوا الفيديوهات على اساس الجيلاتين، شكون هي المواد اللي حلال المواد اللي حرام، يعني دائما حنا على درايه بكل ما يقول، وخصوصا على تطبيق، ولله الحمد والفضل كيرجع لي من بعد الله سبحانه وتعالى. سمعنا الفيديوهات ديالو بخصوص لا جولي رويال، بخصوص لا بروبوليس، يعني لو بروبوليس، يعني خديناهم في البلاصه، يعني ما تردناش وعرفنا بانها مصدر ثقه، ان الفايد مصدر ثقه، فبالتالي درنا درج اننا درنا واحد ستوك، يعني حتى لا شاء الله سبحانه وتعالى طول لنا في العمر. فاحنا حنا قلنا يعني غادي يبقى هاد الفيتامين وهاد المكملات الغذائيه تبقى معنا دائما، لاننا شفنا المنافع ديالها وظهرت علينا وبتحسن كبير سبحان الله. فاش عرفنا راسنا باننا فينا مرض وباء كورونا، فيروس كورونا، طلعت لينا السخانه، الحلق ديالنا بدا كيضرنا، يعني انا اول ما بدا المرض وتعبت شي شويه اكثر من الزوج ديالي، الحراره، الرعشه، الم في المفاصل، الحلق، ما بقيناش كنستبناو حتى، يعني ما كاينش الطعم لاي حاجه كناكلوها. فبدينا كناخذوا الجيلي رويال، بدينا كناخذوا البروبوليس، والحمد لله الحمد لله بانت المنافع ديالو، دون ما ننسى ودون ما نشير بانه كان الطبخ ديالنا هذه يعني من اولويات العيش ديالنا، طبخ طبيعي في المنزل بتوابل يعني جديده، ما كنشريوهاش من المغازات ولا هذا، كنجيبوها معنا من المغرب مطحونه على حقها وطريقها. يعني الاكل الصحي، كنتفاداو ما امكن الماكولات تاع الزنقه لا لينا ولا لوليداتنا، حتى لا كنا غنديروا شي حاجه كنديروها صنع منزلي باش نتعودوا عليها يعني جميعا. فمع الاكل الصحي ومع المكملات الغذائيه تاع جولي رويال والبروبوليس، الحمد لله جاب الله الشفاء وتعافينا وكل شيء داز بخير وعلى خير. ويعني حتى فاش كنا مشينا عند الطبيب فاستغرب لنا الطبيب لواحد الدرجه انه خصنا يعني نديرو الحجر الصحي عندنا في الدار ولا تفاقم الوضع، يعني ضروري اننا نمشيو للمستشفى. الحمد لله حنا كنا على يقين بان الله سبحانه وتعالى ابتلانا بهذا المرض، فكما ليه ما دخل فليه مخرج، فكان المخرج من بعد الله سبحانه وتعالى عن طريق الدكتور الفايد. تبعنا النصائح ديالو، كلينا طبيعي، درنا مرحله استنشاق بالبخار فيها القرفه والزعتر وسميتو عليه والقرنفل. الحمد لله كنا كناخذوا هذوك الابر ديال الجيلي رويال، يعني درنا منهم ستوك بجميع الانواع ديالهم الحمد لله. يعني فيما كنشوفوا شي ماركه اللي هي مصدق عليها عالميا كما هضر على الدكتور الفايد، فكنا مسبقين اننا نشريوها وما ترددناش نهائيا. كذلك البروبوليس، ف خدينا يعني حتى عرفنا المزيان يعني على حسب الجوده فخديناه، يعني وحتى وليداتنا كانوا كياخذوه معنا يعني بتقسيط، يعني ماشي بحالنا حنا الكبار، فلله الحمد الله سبحانه وتعالى اراد لنا الشفاء ودازت الامور بخير وعلى خير والحمد لله. يعني تاكيد يعني شخصيا من بعد الله سبحانه وتعالى فهو راجع للدكتور الفايد، لهذا يحز في الخاطر ان هادشي اللي وقع له مع الاسف هو ايجابي بكثر ما هو ما نشوفو حنا سلبي، لان الله سبحانه وتعالى ما كيبغي العبد ديال النصره فينصره بجميع الطرق. الحمد لله الناس كلها معاه، ولو ان بعض الشرذمه قليله حلت فمها وبغات تاديه فهي حاشا ولله، الله سبحانه وتعالى يمكنها من هذا الرجل العظيم، ولا يمكنها من هاد يعني موسوعة العلمية الزاخرة بالمعلومات وبالتواضع وبالتدين الحمد لله. فما شاء الله، يعني هذه كانت وجهة النظر ديالي وشنو عشناه الحمد لله مع هذا الوباء اللي كانت من الله سبحانه وتعالى يغفر به الذنوب والخطايا
وانا مع الدكتور الفايد يعني قلبا وقالبا كما كنقولوا. كنتمنى ليه ان شاء الله سبحانه وتعالى النصرة والعزة والرفعة، والهلا يطيحوا في ايدي منافقين ويعني وناس ما كتخافش الله سبحانه وتعالى، ونترجاو ليه ان شاء الله يخرج من هذه المحنه مرفوع الراس التاج على رؤوسنا، ورفعوا الله اكثر واكثر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله، الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوب من مواليد التسعينات، ساكن بفرنسا ضواحي باريس. هاد الفيديو هذا درتو باش نتقاسم مع الناس التجربه اللي دزت منها بسبب وباء كورونا. هاد التجربه هادي كان مشروك معايا فيها واحد الدكتور اللي هو الدكتور الفيد، اللي كان سبب من بعد الله سبحانه وتعالى في الشفاء ديالي وديال العائله ديالي. هاد التجربه هادي كتبدا بالاصابه ديالي ديجا بالوباء. ملي حسيت انا وزوجة ديالي باننا تصبنا بالوباء، مشيت عند الدكتور، شافني، عاود لي شنو وقع ليا الى اخره، يعني باش كنحسوا بان التذوق ما بقاش لينا، بان الحلق ديالنا كحرقنا بزاف، نيفنا كيسيل كيسيل بالماء، التذوق، الماكله ما بقاش كاع نهائيا، ولا الراس دارنا، ولات فينا الرعده، يعني الحراره طلعت، يعني كاع داكشي ديال كورونا كاع حسينا به. المهم مشيت عند طبيب عرف بلي اللي راه فيها كورونا، جلسني من الخدمه، قال لي خاصك تبقى واحد 15 يوم في المنزل، الا تزاد عليك الحال تمشي عند ليرجونس ديريكت، ما ترجعش عندي. المهم الحمد لله حنا كنا على درايه قبل بالفيديوهات ديال الدكتور فايد، حنا من المتتبعين ديالو سنوات هذه الحمد لله. ملي اول فيديوهات دار الدكتور الفيد خصيصا الكورونا فيروس، اول ما دوى على جولي رويال بروبوليس مشيت ديريكتومون شريتو. علاش؟ لان هاد الدكتور هذا كان تيقو فيه ثقه عمياء، لان شفنا النتائج على بزاف ديال الحوايج قبل، يعني بلا ما نعطي لي ديتاي، كاين داكشي منشور في اليوتيوب على الناس اللي شاهدين شهادات قبلي انا. المهم خديت بروبوليس، درت منه ستوك الى اخره، هادشي قبل ما نتصاب. المهم ملي تصابيت الى اخره، كنا ديجا كناخذوا هاد بروبوليس وجولي رويال قبل ما نحسوا بالاصابه. ايوا ملي تصابيت تما زدنا، بدينا كناخذوا دوبلينا داكشي اللي كنا كناخذوا، بحال كنا كناخذوا 1 غرام ديال جولي رويال و 1 غرام ديال بروبوليس، دوبلنا ولينا كناخذوا 2 غرام 2 غرام. والحمد لله من بعد الله سبحانه وتعالى، الدكتور الفيض النصائح ديالو طبقناها 100%. كان الاكل الطبيعي 100%، يعني كاع المعلبات كاع حيدناها من الدار، واخا ما كناش كنستعملوها بزاف، يعني حيدناها، بحال مثلا المطيشه ديال الحوك ولا غير هاد الحوايج هادو البساط، حتى هما حيدناهم. وكناكلو طبيعي 100%، طياب طبيعي، العطريه تا جايبينها معنا من المغرب طبيعيه 100%. الوراق ديال الزيتون حتى هو كنديروه اتاي، ما بقيناش كنشربوا هذاك اتاي الصيني، ولينا كنديروا الورق ديال الزيتون هو اللي كنديروه اتاي الحمد لله، وكنشربوه وكنستنشقوه بالقرنفل والقرفه والزعتر، والحمد لله هذاك الشيء لقى واحد استحسان كبير الحمد لله في الجسم ديالنا، وعطى واحد المنفعه ما شاء الله، يعني كنحسوها دغيا. والحمد لله كي قلت كنا كناخذوا جولي رويال، والحمد لله تقديتو ودرنا من واحد ستوك باش اننا نبقاو ان شاء الله ناخذوه على طول الحياه ان شاء الله الى طول الله في العمر، لان المناعه سيرتو المناعه ديال الزوجه ديالي المناعه ديالها على قد الحال. والحمد لله ستوك ها هو، نوري لكم هنا في الفيديو، ها هو جولي رويال، هذا جولي رويال. خديت جوج انواع ديال جولي رويال، حيت كل مره كنكتشف واحد كيكون حسن من الاخر. وغنوريكم لو بروبوليس في الاول كنت خديت هذا، من بعد اللي بان ليا واحد النوع اخر هو هذا فيه الجيلاتين، يعني لي كابسول ديالو من الجيلاتين، ولكن الداخل ديالو غبره، وهذا كامل غبره، يعني ما فيهش الجيلاتين. والحمد لله حتى هو عندي منه حتى هو ستوك،
يعني باش نبقاو ناخذوه دائما ان شاء الله. والحمد لله هادشي اللي لقينا فيه واحد النتائج كبيره، والسبب هو الدكتور الفايد الله يجازيه بخير. والحمد لله هادشي اللي واقع دابا الدكتور الفايد فهو نصرة ليه ونصرة للعلم ديالو ونصرة للمسلمين بصفة عامة، لأن ماشي كيستهدفوا به غير دكتور الفايد، بل كيستهدفوا به كل مسلم وكل مغربي مسلم قح. هذه هي التجربة ديالي، وكنشكر قناة واش كتعرف اللي الحمد لله واقفة مع الدكتور الفايد، واقفة مع الحق الحمد لله في أي وقت. وهذا الشيء الحمد لله شفناه في فيديوهات قبل هذا الفيديو، قبل هذا الموضوع هذا ديال الدكتور الفايد. وان شاء الله الله يوفقكم، والله يجعل هذه القناه هذه تكون دائما منبر الحق، وان شاء الله لينتصر الحق. وتحيه لكم كاملين، تحيه للدكتور الفايد، وكنتمنى ان هذا الشيء يوصلوا ان شاء الله. تحيه للعائله ديالي كامله للدكتور الفايد، والشكر تام والكامل. بارك الله فيكم، شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم رضوان دياني من مدينة إنزكان ضواحي مدينة أكادير. قررت أنخرط معكم في الحملة التضامنية مع الدكتور الفايد، هذا الدكتور اللي اليوم كيتعرض لواحد الهجمة شرسة من طرف الأعداء. المشاركة ديالي غتسمحوا لي بغيت نقول لكم على التجربة، التجربة ديالي اللي كنت مع الوالد الأب ديالي اللي كان مصاب بمرض السرطان الدرجة الثالثة، يعني واحد المرحلة اللي قوية وخطيرة. الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى، أولا الأب ديالي تشافى من مرض السرطان ولا عنده صفر سرطان ولله الحمد من قبل ومن بعد. ثم الفضل يعود كذلك يعني الطب، ما نكروش اننا درنا العلاج الكيميائي والحمد لله كان الشفاء، والفضل كذلك يعود للدكتور الفايد، لاننا كنا بكل صراحه ما نعرفش كيفاش نصور لكم. ديك المده كنت انا كنتفرج في الدكتور الفايد، عندي جوج خواتاتي كلهم كيتفرجوا في الدكتور الفايد، وتبعنا النصائح ديال الدكتور الفايد. اقسم بالله الا تبعنا النصائح ديال الدكتور الفايد يعني بواحد الشكل قوي، بخصوص التغذيه ديال الاب ديالي، يعني وكنت انا اقرب واحد الاب ديالي، بحكم انني كنت ساكن مع الوالد ديالي في الدار. وبخصوص التغذيه يعني كنت حريص جدا على انني التعليمات او النصائح والارشادات ديال الدكتور الفايد، والله على ما اقول شهيد، يعني تبعتها بقوه، ما قدرتش نقول 100%، خفت نكون خليت شي حاجه، ولكن تبعتها بواحد القوه، يعني واحد الحرص. هادشي ديال الكلمه اللي كنقلب عليها، تبعت النصائح والارشادات ديال الدكتور الفايد بحرص شديد، وكنطلب الله تبارك وتعالى ان يجزيه عنا خير الجزاء، والله يطول عمره في الصالحات، والله يحفظه لنا، والله ينجيه من كيد الكائدين ومكر الماكرين. وهذا الشيء اللي كيوقع ليه اليوم وكيتعرض ليه سيزيد علوا ان شاء الله. وشكرا لقناه واش كتعرف. السلام عليكم. السلام عليكم، يعني حتى انا جيت نقاسم معكم التجربه ديالي مع نصائح الاستاذ والدكتور الفايد. دونك كنت تزوجت ودوزنا واحد السنين وما كانش عندنا وليدات، ومشينا عند الاطباء، يعني من دوزنا بالنسبه لي انا ما كانش كان عندي شي مشكل، الزوجه ديالي ايضا ما عندهاش مشكل، دونك لا انا ولا هي ما عندهاش مشكل. يعني كيقول لها باللي ما كتبش من عند الله، ما كتبش فقط. بعد سنين دازت كان واحد اللقاء مفتوح مع الدكتور الفايد في انزكان، جا لهنا وكان لقاء، وفي نفس الوقت يعني طلب من الناس يعني اللي عنده شي سؤال يجاوبه، فطيحنا عليه السؤال ديالنا ونصحنا بلا جولي رويال او البروبوليوس، قال لنا غتستعملوهم، وقال لنا يعني الا كان الطبيب مثلا عطاكم شي طبيب شي دواء استعملوه ماشي مشكل، داكشي ديال الطب حنا ماشي ضد داكشي. قال لكم زيدو هادو ضيفو لا جولي رويال او البروبوليوس، خديناهم بتوفيق من الله والحمد لله، يعني تصدقنا بالدرجة الصالحة والحمد لله. هذه كانت التجربة ديالي مع النصائح البروفيسور الفايد، شكرا بزاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تلبية النداء اللي جا به خونا واش كتعرف، ظل الحملة الشرسة اللي كيتعرض لها الدكتور محمد الفايد، فكنشهد أمام الله على أنني هاد السيد هذا كنعرفو قبل من 2012، ولكن ما كنتش مسوق ليه صراحة. ولكن فجأة كورونا الإنسان رجع الله ورجع للصحة ديالو إلى آخره. فمعايا هنا واحد أخ ديالي في الدار مقيم معايا، هو مريض بالربو، وبدينا كنستعملوا هذاك الشيء اللي كيقول، بدينا كنبخروا بالقرفه، كنبخروا بالاوراق ديال الكاليبتوس، كنشربوا اوراق الزيتون الى اخره. فالملاحظ هو ان الاخ ديالي ما بقاش كل مره كيشمر، ما بقاش كيشمر بزاف، ما بقاش كتجي الضيقه بزاف. وانايا عندي رجلي كيبردوا لي صراحه، في الشتاء كنكون كنعاني من رجلي بوحدهم كيبردوا لي صراحه، ما بقاوش كيبردوا بزاف، مازال شويه نقصات البروده صراحه لواحد الدرجه، ما بقاوش كيديرونجيوني. هذه شهاده كنشهدها امام الله سبحانه وتعالى. واللي غادي نقول هو ان هاد الناس هادو هاد السفهاء فلا يفقهون سوى لغه الطنز. السلام عليكم. بالنسبه لهاد المبادره اللي كنتو غاديروا مع الدكتور الفيد، انا كنت شي 5 سنين ديال 6 سنين كنعاني، كان عندي مشكل في المعده ديالي وفي المصارم، وعانيت بزاف وما خليت فين مشيت، وشفت اطباء بزاف وشفت بروفيسورات، ودرت فيبروسكوبي ودرت كولونوسكوبي ودرت لي زاناليز ليكوغرافي الروينه، ما خليت ما درت، وحتى شي طبيب بزاف ديال الدويات شربت وبزاف ديال الروينه، وكنت كنضعف ومريض وما كنبقيتش كناكل، وحياتي ما بقيت قريت ما والو، وليت في حياتي كنقرا وما كنقراش، وغادي بحال هكاك. وحياتي صراحه كنت مكرفس بزاف، الا من جيت بديت كنتسنط للدكتور الفيد، كان عنده برامج ديك الساعه في اللو، انا من عرفته كان كيدير النخل ورمان، وبديت بشويه بشويه كنتسنط البرامج ديالو، وكان دو على الحساسيه ديال القمح، وتما بديت كنشوف هذاك الشيء اللي كيقول عندي انا الاعراض ديال الحساسيه ديال القمح عندي، وخديت بديت كان هذاك الشيء اللي كيقول لنا ناكلوا اللي ما ناكلوش ما ناكلوش، والحمد لله بدات الحاله ديالي اللي كتحسن شويه. صافي مشيت عند الطبيب، وديك الساعه الحمد لله ما قلتش لي انا راه تصنت الدكتور الفايد ولا شي صراحه، المهم قلت لي راه تبعت هذه الحميه وكذا وقلبت وهذه، وبديت الحمد لله درت لي زاناليز وداك الشيء، لقيت انا عندي مشكل ديال الالرجي ديال الجلوتين، وكان هو سبابي الله يجازيه خيرا، كنشكرهم من هذا المنبر والله يرحم لي الوالدين. وثاني حاجه، وكان اول واحد دوا في المغرب على الدراسه اللي كانت دارت في اليابان، دار داك الطبيب ديال اربعه ديال الكاتيجوري ديال الدم، اربعه ديال الريجيم، وكان دوا عليه وتبعته مزيان، وانا كان اللحم كيدير ليا مشكل حيت انا فصل هذا الدم ديالي ا، ومني حيدت اللحم الحمد لله ارتحيت. كان بغيت نقول لي الله يرحم الوالدين والله يجازيك خيرا والله يرحم الوالدين، ولا عزاء للحاقدين، جزاك الله خيرا والله يرحم الوالدين. السلام عليكم. شفت الحمله الشرسه اللي كيتعرض لها السي الدكتور ديالنا محمد الفايد، حبيت ندير هذا الفيديو بطلب من لاباج ديال واش كتعرف. المهم انا كان عندي مشاكل في الجهاز الهضمي، وكنت تفرجت في سيدي محمد الفايد شي ايامات، وصراحه الله ما احتاجش انني نمشي نقلب عند شي طبيب ولا ندوز ولا نشوف شنو المشكل، انني تبعت شي واحد الريجيم كان قالوا لنا، والريجيم راه بسيط تنغيروا فقط بعض العادات في المطبخ المغربي ديالنا، بحال مثلا ان اللحم ما نخلطوش مع الديسير، والديسير من الاحسن ما يتكالش مورا الماكله. وثاني حاجه التغلاق، بنادم يانيوليه تخلاط تغلاق اي حاجه بنادم يانيوليها. وحاجه اخرى كنت سمعتها مهمه ودرت بها ونفعتني الصراحه، هو العدس واللوبيا القطاني بصفه عامه ما خصش بنادم يدوزهم مع الخبز. هذوك هما المشاكل، هذوك هما اسباب المشاكل اللي كانت وقع لي في الجهاز الهضمي، ومن حيدتهم الحمد لله من بعد واحد الشهر تاع التريتمون وشهر تاع هذا الروتين هذا، حسيت الحمد لله بتحسن، وبقيت غادي على هذا المنوال. دابا ما نكذبش عليكم، القضيه غادي شي عام ونص الحمد لله ما كنحس، اللهم لك الحمد، الجهاز الهضمي ما عنديش فيه شي مشكل الحمد لله، وهادشي بطبيعه الحال ترجع الفضل ديالو كاملو لسيدي محمد الفايد. وانا ضد هاد الحمله اللي كتعرض ليها، والله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق هذاك السيد. بالعكس ما خصناش حنا نعرضوه لهجوم ولا نتهداو عليه، بالعكس حنا خصنا ندعموه باللي كان. هذاك السيد كيعطينا الافاده وكيعطينا بدون مقابل، و تيخص المغاربه يفتخروا به على برا، حنت هو الناس كلهم في دول العالم العربي تيعرفوه، انه تعرفوه مغربي هذا فخر لينا حنا كمغاربه. وفي الاخير كنبغي نوجه تحيه خاصه لصاحب لاباج ديالو واش كتعرف، وانا من المتابعين ديالو، والله ينجينا ونجيكم من هذا الوباء اللي تسلط على بلادنا وسائر العالم. اخويا شنو نقول لك، انا الاخت ديالي كانت مريضه،
هادي مدة تقريبا 8 سنين، كنت باقا صغيرة شوية، كنت باقا دابا مزوجة حاليا. كنت مريضة اخويا بواحد المرض ما عرفتش كيفاش نقول، كنت بحال كتشدها كريز، بحال اللي كتشدها كريز ولا بحال هكا، وكتشد في المهم الكرش ديالها، ولا بالضبط كان المشكل في الكرش ديالها. كان الاب ديالي كيتصنت للسي الفايد في الميديا، يعني في انا شخصيا ما كنتش كنعرف الدكتور الفايد، كان كيتصنت ليه في الميديا، كان كيدوز على ما اعتقد كان كل نهار كيدوز في الميديا. المهم بقى كيتبع مع كل نهار، ربما كان كيطرق بزاف المواضيع حتى طاح في الموضوع ديال الاخت ديالي. وش نقول لك، راه خسرنا عليها بزاف 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 ديال الفلوس، وما خلينا اطباء، ما خلينا دكاتره، ما خلينا حتى بلاصه. وفي الاخير فاش خدا بالكلام ديال السي الفايد ودار داكشي اللي كان تيقول، الحمد لله جاب الله الشفاء وكبرت وتزوجت والله ولك الحمد. وشكرا السي الفايد وشكرا لك اخويا. كما شفتوا اخوتي، يعني هذه كانت شهادة حية من بعض الناس اللي يعني تابعوا وصفات الدكتور بروفيسور محمد الفايد. اش غادي نقول لكم اخوتي، هذه القناة ديال السي محمد الفايد، هانتوما كتشوفوا، دخلوا باش تشوفوا هذا الشيء بعينكم وتسمعوه بودنكم، تشوفوا نصائح اللي كينصح بها هذا الدكتور. نطلب من الله يعجبكم الموضوع، وحتى الموضوع على الفلوق الجاي. السلام عليكم.